السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم هذا الفيديو الاخراني في الفيت باس با اكتيف، دونك باش نخدم لي فريكونس دو كوبير معاها البوند باسون. واضح؟ دونك كما نعرفوا الفيت اي دي باسون لورسكي تي فونكسيون تي فونكسيون دو ترانسفير تي سوبيريور او ايغال ا تي زيرو سور راسين دو دو او جي الجان supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels. Voilà. Donc, on a un chargé de ciel. Voilà. Ben, il G supérieur à G0 moins 3 décibels. Est-ce que je veux dire? On a un G, on a un chargé de ciel, il est égal G0 moins 10 log de 1 plus 2 pi n r1 c le tout au carré. Voilà. Beh, الخدمة هذه اللي خدمناها المرة اللي فاتت وما فهمهاش ينجم يرجع الفيديو اللي فات ويشوفها أمور واحدة. Donc supérieur à quoi? Supérieur à G0 moins 3 décibel. أنا اللي هنا ما عملت حد شيء. جيت عوضت الجي هذية بالإكسبرسيون بتاعها اللي قلناها المرة اللي فاتت، والبارتي هذه هي نفسها هذه، واضح؟ قاعد كنا نعوض توني ما قاعد نعمل في حد شي، سكلير؟ نكملوا الخدمة بتاعنا، إيش تصير هنا؟ هنا تصير سامبيفيكاسيون، عندنا جي هنا جي مغاد، عندنا سيني موا من هنا وسيني موا مغاد، كي نضربوا في سيني موا دو باري دوتر، هذه تتبدل، السينيا لينيغاليتي تتبدل، تولي متلفتة للشيرة الأخرى، تولي أصغر، واضح؟ كمل الخدمة نتاعنا دوك شو اللي عندنا عندك ديس لوغ يعيشكم كي تضربوا في السين موا ديما بدلوا لينيغاليتي ثم برشا يغلطوا فيها راه ينسوها انفيريور هو ايغال شفت كيفاش تبدلت ا 3 ديسيبل خاطر اني ضربت في السين موا دو باري دوت واضح باهي سي اون ديفيز دو باري دوت بار ديس ما يتبدل حد شي هنا تصير سامبليفيكاسيون اش تبقى عندنا تبقى عندنا لوغ د 1 بلس د بي ان ار 1 سي او كاري انفيريور 3 على 10 هي 0.3 واضح به دونك نحو اللوغ المره اللي فاتت اش تولي عندنا تولي عندنا 1 بلس دي بي هذا لوغاريتم ديسيمال ماهوش نيبريان واضح باش في الكاليتريس كي تحسبو ما تغلطوش انفيريور ا ديس اكسبوزون 0.3 واضح باهي دونك دي بي ان ال ان سي بلوتو او كاري انفيريور ا ديس اكسبوزون 0.3 موان الان هذا بوزيتيف يمشي في الشارع الاخر ولي نيجاتيف دونك نحو الكاري دو بي ان ار ان سي انفيريور على راسين دو دي اكسبوزون 0.3 موان زان دونك 10 قوة صفر 3 كي تحسبها بشكل ادريس تعطيك 2 2 الا 1 تعطيك 1 دونك تبقى لنا كان راسين دو ان وراسين دو ان هو ان واضح دونك دو بي ان R1C inférieur à racine de 1 qui est égal à 1. C'est clair? Donc, 2πn R1C inférieur à 1. Donc, toi, on a une fréquence de copier. Donc, je trouve n heavy inférieur à quoi? Donc, elle partie heavy et 2π fois Rn, c'est sur 1. Voilà. Donc, n est inférieur à 1 sur et barre ça me donne de pi r1 r1 c de part et d'autre donc une bête hache et une simplification à l'issard d'appartenir de pi r1 c voilà ben je suis nouveau heavy heavy c'est moi nc il y a n h les fréquences de copier ou les fréquences ho maintenant à quoi fréquence نجمو نخبوها في الفلتر باس با اكتيف فوالا والفريكونس الاخرين الكل اقل منه
تو نشوفوا البوند باسونت البوند باسونت هي شني قلنا نحن اكبر حاجه باش ناخذوها هي الان سي واللي نسموها زائد ان هاش دونك والفريكونس ديما قلنا راهي بوزيتيف دونك الانترفال نتاعنا باش يبدا من زيرو جوسكا ان سي اللي هي نفسها الان هو ان هاش هذا الانترفال اللي وجه لي والان سي والان هاش اللي هو نفسه ان سور دو بي ار ان سي واضح دونك فريكونس دو كوبير نتاعنا كما قلنا ما نزوهاش ايتيغال ان سور دو بي ار ان سي دونك هاك كمان الحصه نتاع اليوم استمرنا في الفيديو الجاي باش ندخلوا في الفلتر باس هو